لفترة معينة ومشوا، جم للأهلي من بره. واحد من هؤلاء النجوم الكبار خالد بيبو يتحدث في دي ام سي عن موقف عبد الله وفتحي. انا شايف ان في الفتره الاخيره الكلام كله رايح في سكه السوشيال ميديا، يعني حتى في الضغط على عبد الله سعيد او احمد فتحي او صلاح او حتى مروان اللي الراجل بقى له فتره واتقطع في السوشيال ميديا في الفتره الاخيره ان هو بقى له سنه ده في ناس مش عارف ايه، يعني السوشيال يعني احنا مش عايزين نتوجه، وده ميزه في كابتن حسام او في النادي الاهلي بشكل واضح جدا ان هم مش متاثرين قوي بالشغل بتاع السوشيال ميديا، وما بيتحكمش كمان في قرارات النادي الاهلي. النادي الاهلي هو عارف هو عايز ايه، هو كمان طلع قال لك انا عقودي 1 2 3 وانا هدي عقود اللعيبه اللي انا اقدر ان انا يعني اطلعها، واللعيبه من حقها ان هي تختار اللي عايزه، ولا حد يضغط على اللعيبه ولا حد يضغط على النادي الاهلي، يعني الجماهير ما تضغطش لا على اللعيبه ولا تزعل منهم ولا تشتمهم ولا يبقى ان انا بقول ان ده خاين او باع وانا يعني احنا كلنا بنشوف ان اتعمل السيناريو بتاع عبد الله سعيد من ساعه ما جه النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي هو اكبر من كل الناس، كل الناس بتخش تحت مظله النادي الاهلي، في حد بينجح وفي حد ما بينجحش، مش معنى ان انا نجحت ان انا هفضل يعني طول الوقت موجود مع النادي، لا خلاص الموضوع سهل جدا. وانا قلت لك يمكن في كلامي ان النادي الاهلي بيغير جلده بسرعه، عادي بيخرج 3-4 بيجي 3-4 وفي لعيبه والشكل، وانت كنت بتتكلم في نقطه مهمه جدا ان اداء النادي الاهلي بيجبر اي حد ان هو يشتغل معاه. وبعدين انت عندك مجموعه لعيبه كتيره جدا سواء جوه النادي او سواء ان انت ممكن تجيبهم، فانا مش عايز الواجهه تبقى رايحه على النادي الاهلي بالضغط على النادي الاهلي، ان انا بضغط على النادي الاهلي كمان وعلى اداره النادي الاهلي ان لو ما تعاقدتش مع عبد الله سيد تبقى انت اداره فاشله. لا، ما ينفعش ان انت تشتغل مع كده طبعا، ما ينفعش انت تشتغل كده، لان هو انا سمعت الاصوات كده ان انت فشلت ان انت تتعاقد مع عبد الله. لا، في سقف يا بيبو، في سقف النادي محدد صحيح، او تضغط على اللعيبه ان هم لازم يجددوا على النادي الاهلي، ان هم النادي ليه فضل، النادي الاهلي ليه فضل كبير على لعيبه النادي الاهلي طبعا، ولولا ان انت شغال في منظومه محترمه ما تبقاش لعيب كويس. هو ده النقطه اللي انا عايز. وبعدين انت ما فيش لعيب يعمل فرقه، في فرقه تعمل لعيب. لا، الانديه تصنع، مظبوط، يعني الانديه بتصنع، والاهلي والزمالك بيصنعوا اللعيبه، واي لعيب في اي نادي تاني امنيته يلعب في الاهلي والزمالك. مظبوط. والله كابتن خالد بيبو يعني اوجز فانجز، لا تضغط عليا ولا اضغط عليك، الاهلي اضاف لي وانت اضفت اضاف لكم وانتوا اضفتوا له، المصالح تتحقق بالتوافق، و يعني ما لعيب لعب عندك 7 8 سنين خلاص، يعني هذه المسائل. ولذلك لا ينبغي اطلاقا ان يعامل اي لاعب في النادي الاهلي الا الذين يهربون ويسيئون ويخترق عقودهم انما لعيب احترم عقده لاخر وقت يلقى منا كل الاحترام. نشوف هل يتفق معاه الكابتن زكريا ناصف ولا لا، لان انا عجبني كلام الكابتن خالد بيبو، هل هيعجبك كلام الكابتن زكريا ولا لا؟ اللي عايز يرتبط بالنادي الاهلي سواء بقى كلاعب او كعضو او كمشجع او عاشق او موظف لازم يفكر كتير قوي، لان مهما يحقق من ارتباط بالنادي الاهلي من انجاز شخصي بيبقى ابعد بعيد قوي بسنوات ضوئيه عن اسمه ومكانه وقيمه النادي. واللي هتحققه كمجد شخصي ليك هتلاقيه صغير قوي وضئيل قوي جنب النادي الاهلي. فاي واحد لازم يفكر حتى لو بيفكر في مصلحته الشخصيه، يفكر طبعا في مصلحته الشخصيه، لكن بيبقى محتاج يفكر لابعد من كده شويه. انت عايز ترتبط بالنادي الاهلي لاي مدى؟ انهي فتره؟ عايز ترتبط بالنادي ازاي؟ سواء للاعب لفتره بعقده ولا كعضو في النادي ولا كمشجع بعد كده محب للنادي ولا عايز ترتبط وتفضل مكمل مسيرتك؟ كل ده موضوع نسبي على فكره يا سبا. كل واحد مظبوط وكل شخص بيفكر من وجهه نظره الشخصيه. الحته المهمه قوي فيما يخص الاداء الفني، من السهل قوي ان انت
طالما انت مدرب وعندك خبرات وعندك ادواتك ان انت تغير من طريقه اللعب بناء على المجموعه اللي موجوده. لان عمرك ما هتقدر تعتمد على بطريقه لعب على لاعب وتفضل تلعب بيها طول ده انت في الماتش بتغير طريقه لعب مرتين او ثلاثه. فما بالك لما تيجي تفكر في استراتيجيه لمجرد ان لاعب ما جددش عقده او اعتزل والتاريخ بيقول كده في النادي الاهلي. فهي الفكره كلها ان انت بتتكلم لو بصفه شخصيه عن عبد الله. عبد الله بقاله كام سنه في النادي الاهلي؟ من جه موسم 2011 2012 طيب اول 3 4 سنين كان عبد الله مستواه اقل كتير من دلوقتي. انما خد وقت طويل قوي على بال ما بدا حتى مع المنتخب بقاله سنتين تقريبا يا دوب بيلعب بصفه اساسيه وله دور. وبالتالي التجديد وانا دايما بقولها ان اللاعب مش سلعه، اللاعب ده كيان من حقه ان هو يفكر ومن حقه ان هو يقرر ومن حقه ان هو انت اللاعب كيان صغير لكن النادي كيان كبير. بس هو مش سلعه، انت ما بتشتريش لاعب، انت بتتعاقد مع لاعب فبتدي الحريه، لكن هو بقى بيتحمل القرارات بتاعته مهما هو قرر او فكر او حتى خد قرار خطا بعد كده. ما انت ممكن وده وارد، لكن في النهايه انت بتتحمل القرار بتاعك سواء بقى عايز تكمل مدى الحياه، عايز تجدد لفتره، عايز تمشي بسبب مادي او بسبب عائلي او اي سبب من الاسباب. فعادي جدا، وخصوصا في الجزء اللي بنتكلم فيه فيما يخص الاقتصاد في الرياضه والاقتصاد في الكوره والاستثمار والصناعه، خلاص انت بتتفق بعقد محدد المده، يا بتجدده يا لا، بترضى بالمبلغ اللي بيتعرض عليك يا بترفضه. وبالتالي الكبير هو اللي ما بيبقاش متضايق، يعني الصغير هو اللي بيقلق وبيفكر كتير وبيبقى تعبان جدا لانه ممكن يروح تجربه ثانيه مش عارف اذا كان هينجح فيها ولا لا. فاذا القرار هنا بيبقى صعب قوي ونسبي جدا بين كل واحد والتاني انه يقرر يعمل ايه. عشان كده ان عبد الله يمشي النادي الاهلي مكمل، يعني حتى لو مش هيلعب افريقيا النادي الاهلي برضه مكمل، حتى لو احمد فتحي ما جددش، حتى لو اي لاعب تاني هتلاقي النادي الاهلي كل موسم عنده بدايل. واحنا عارفين ان في لعيبه ممكن الاهلي يرجعها او يديها فرص زي ناصر ماهر، زي احمد حمدي، اللعيبه دي تقدر تلعب في الحته بتاعت عبد الله. وانت بتقصد حتى لو هياخد وقت شويه، ياخد موسم بحاله على بال ما يتاقلم. مع عبد الله نفس الكلام، خد وقت طويل قوي على بال ما تاقلم. اما بقى عبد الله فالموضوع الموضوع بالنسبه لي مش مقلق قوي. هو مقلق للجماهير شويه، عايزين يعرفوا القرار يخلص بسرعه، لكن انا شايف ان النادي الاهلي ما مش هيتاثر كتير بغياب عبد الله. خلاصه الكلام عند الكابتن زكريا، الاهلي مش هيتاثر كتير، خاصه بعد شويه، بعد ما اللي ياخد من الصاعدين او اللعيبه الجداد يسد هذا الفراغ بكفاءه. وهرجع افكركم، وقت ما ابو تريكه اللي كان مالي الحيز كله حوالين منه مشي، كل الناس حطت ايديها على قلبها وخايفه على الاهلي. محدش كان يتوقع ان عبد الله هيسد هذا الفراغ بكل هذه القوه، لدرجه انه الناس تقلق على الاهلي لو عبد الله هيمشي. هي كده الحياه، المهم ياخد فرصه ويلاقي الدعم، ويبقى الجهاز الفني ان شاء الله موفق في اختيار هذا البديل